السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنحل النهاردة باقي المراجعة مع بعض. السؤال الأول بيقول: ضع هذا وهذه مكان النقطة. هذا وهذه دي اسمها إيه؟ اسمها أسماء الإشارة. أسماء الإشارة زي ما إحنا كنا أخدناها مع بعض، إن إحنا في أسماء إشارة للمفرد المذكر وأسماء إشارة للمفرد المؤنث. المفرد المذكر بنقول عليه هذا، يبقى بنشاور كده بنقول هذا ولد، هذا معلم، هذا طبيب، هذا مهندس. يبقى للولد او ايه؟ او للمذكر. هذه للايه؟ للبنت او المؤنث. هذه طفله، هذه تلميذه، هذه معلمه، هذه طبيبه. طيب هذه برضو ليها استخدام كمان اللي هو ايه يا ميس؟ هذه بتستخدم للجمع غير العاقل، لما اكون بشاور على حاجه جمع غير عاقل، يعني ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش عقل. زي ايه كده؟ اما نقول هذه اقلام، اقلام دي جمع كتير بس ما عندهوش عقل. طيب هذه مساجد، مساجد جمع كتير اهو بس ما عندهوش عقل. هذه بيوت، هذه اشجار. يبقى هذه ليها استخدامين، لو للمفرد المؤنث او للجمع غير العاقل. يلا بينا نحل مع بعض. واحد نقط وكلمة بنت. طب بنت دي مفرد مذكر ولا مؤنث؟ مفرد مؤنث، بنوتة، يبقى احط لها ايه؟ هذا ولا هذه؟ هذه. شباك، لما اشاور كده اقول شباك، هذا ولا هذه؟ هذا، عشان هو مذكر. فصول، فصول دي جمع ولا مفرد؟ فصول، فصول جمع، يبقى احط لها هذا ولا هذه؟ اتفقنا ان الجمع غير العاقل نحط له هذه، يبقى هذه فصول. مهندس، مهندس ده جمع ولا مفرد؟ مفرد. طب مفرد مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، يبقى هذا، هذا مهندس. خمسة قطة، قطة دي مذكر ولا مؤنث؟ مفرد ولا جمع؟ أول حاجة هي مفرد، مذكر بقى ولا مؤنث؟ مؤنث. ليه؟ لأنها إيه؟ انتهت بالتاء المربوطة، والتاء المربوطة بتحب البنوتة زي ما كنا بنغنيها مع بعض. التاء المربوطة دي بتدل على إيه؟ على وجود مؤنث، حاجة مؤنث. طيب قطة دي مؤنث ولا مش مؤنث؟ مؤنث، يبقى نحط لها هذه. يبقى خلينا فاكرين دايما التاء المربوطه بتحب البنوته، يعني بتحب هذه. تلميذ، تلميذ ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ تلميذ مذكر، يبقى احط له هذا، هذا تلميذ. اشجار، اشجار دي مفرد ولا جمع؟ أشجار، أشجار، إيه؟ أه جمع، جمع، يبقى إحنا اتفقنا الجمع غير العاقل بنحط له هذه. تمساح، تمساح مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب مذكر ولا مؤنث؟ تمساح مذكر، هذا تمساح.
لوحة، لوحة دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. عرفنا منين؟ عرفنا منين آخرها تاء مربوطة، واحنا قلنا التاء المربوطة بتحب البنوتة، يعني بتحب هذه. باب. باب مذكر ولا مؤنث؟ باب مذكر، يبقى نحط له هذا. هذا باب. مدارس. مدارس دي مفرد ولا جمع؟ جمع. طب جمع غير العقد بنحط له ايه؟ هذه. كتكوت. كتكوت دي مفرد ولا ايه؟ ولا مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. كتكوت. هذا. هذا كتكوت. تلميذة. تلميذة مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. عرفنا منين؟ اخرها تاء مربوطة، والتاء المربوطة بتحب البنوتة، يعني بتحب هذه. برج. برج مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى هذا برج. أقلام. أقلام جمع ولا مفرد؟ أقلام جمع. طب جمع غير عاقل؟ اه يا ميس، جمع غير عاقل، يبقى نحط لها هذه. ولد. ولد ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى ايه؟ هذا. هذا ولد. معلمة. معلمة مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ولا مؤنث؟ مؤنث. ليه؟ عشان آخرها تاء مربوطة، والتاء المربوطة بتحب البنوتة، يعني بتحب هذه، يبقى هذه معلمة. طفل. طفل دي جمع ولا مفرد؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى نحط له هذه. هذا. هذا طفل. زرافته. زرافة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. ليه؟ عشان آخرها تاء مربوطة، التاء المربوطة تحب البنوتة، يعني بتحب هذه. كتاب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. نحط له هذا. هذا كتاب. هذه ظرافة. أكمل شبكة الحروف. شبكة الحرف عاملة زي شبكة الصياد. شبكة الصياد بيرميها في البحر بتطلع له سمك. طب شبكة حرف الفاء طلع لي كلمات كتيرة بحرف الفاء، زي كلمة إيه؟ فاء فلو، زي كمان فجلو، زي كمان فراشته، زي كمان ضفدعه، سواء الفاء في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة، المهم إن أنا أكون كلمة صحيحة وأجيب كلمة صحيحة فيها حرف الفاء. فيلو. يبقى شبكة حرف الفاء فلو، فجلو، فراشته،
ضفدع فيل. شبكة حرف الألف. شبكة حرف الألف يا حبايبي برضو بجمع كلمات فيها حرف ألف، زي ايه أخدناه؟ زي أسد، زي إبريق، زي كمان زي رأسه، زي أرنبه، زي كمان كأسه أو أذنه، الاتنين برضو صح. يبقى شبكة حرف الألف أسده، إبريقه، رأسه، أرنبه، أذنه. شبكة حرف اللام لسانه، كلمات اللي فيها حرف اللام لسانه، كلبه، ليمون، رجله، لحمه، يبقى شبكة حرف اللام ليمونه، لسانه، كلبه، لحمه، رجله، كلمات كتيرة جدا فيها حرف اللام. شبكة حرف الراء رمل، رجل، فراشة، رمان، برج. يبقى شبكة حرف الراء كلمة رجله، رمله، فراشته، رمانه، برجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.